السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله ان نلقاكم في احسن الاحوال. شوفوا هذا الفيديو اللي اختاريت لكم اليوم، روعة 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 البنات، شي حاجة اللي طوب، شي حاجة اللي كتحمق، شي حاجة اللي كتسطي بالنسبة للجلبات ديال الرجال، شي حاجة اللي كاليتي، يعني شي حاجة ديال المصمم، شي حاجة اللي جديدة لا في الالوان ولا في القصات ولا في الخياطة، يعني شي حاجة اللي طوب دي طوب. هذا مصمم خرجت فيه بالصدفة البنات في التيك توك. انا اصلا كنت كنقلب على هاد الجليبات هادو ديال هكايا ديال الرجال، يعني شي حاجه اللي تكون كاليتي، مخدومه خدمه ديال اليد، مخدومه خدمه اللي هي متقونه في صاله وخياطه، شي حاجه ديال المصمم ما كتلقى نهائيا. كنبغي انا غير نجمع لكم هكا تصاور ودي فيديو بحال ما كان اللي تاخذوا منهم افكار، او اللي بغيتوا تدخلوا عند المصمم وتاخذوا من عنده دخلوا ديك الساعه تشوفوا الاثمنه اللي ناسبتكم، ولا عجبتكم شي حاجه لقيتوها عنده، اللهم يسر. المهم البنات كنت كنقلب كما قلت لكم ما كنلقى والو، كنلقى مازال التصاورات هكايا في جليبات هكا طالعين ديال خياطه عاديه، ماشي خياطه ديال الماكينه، ماشي خياطه ديال المصمم. كنحط لكم عليهم حتى هما زوينين، حتى هما راني حط عليكم عليهم في القناه، حتى هما زوينين وفيهم وعندهم اثمنه اللي راها مناسبه. المهم كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كيبغي الحاجه تكون خياطه ديال اليد، شي حاجه اللي راقيه، شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي ما كاينش بحالها شي حاجه اللي مميزه. هما هادو طحت لكم عليهم البنات، قلت لكم غير طحت في هذا المصمم هذا في الانستغرام، وانا نحط لكم المصمم سميتو عادل اشهبار، راني خليته هنايا في واحد الفيديو هذا كيهضر على النيميرو ديال التليفون ديالو، راه كيوصل لجميع الدول المغربيه وحتى خارج المغرب. وعنده كوليكسيون، راه كتشوفوا الكوليكسيون ديالو، يعني كتشوفوا المحل ديالو تبارك الله راه عامر بجليبات، يعني غتلقاو هادشي كلشي غتلقاوه طالع عنده، كتشوفوا معاه غير الطاي وتشوفوا معاه الثمن وتشوفوا معاه الخدمه كيفاش دايره، وتسولوا هكا على لي ديتاي ديالكم والله يسر ويوفق ما بيناتكم يا ربي. مهم انا عجبوني الصراحه، عنده كنيدرات طوب، عنده جبادورات طوب، عنده جليلبات كيحمقو هكايا بالبرشمان وبالخراط في الجناب، شي حاجه اللي غزاله بسلهام، يعني شي حاجه اللي زوينه البنات. شوفوا الخياطه الراقيه اللي كتكون غاليه وكتكون طوب في الكاليتي ديالها، وكتكون طوب في التوب، طوب كتكون كتبان غير من الصوره، يعني غير من الصوره راه كتلاحظوا الكاليتي، باش مخدومين جليلبات، باش يعني باش هكايا مصممين، كتشوفوا اللوينات اللي هكايا جريئه، يعني شي حاجه اللي طوب البنات، شي حاجه اللي طوب، يعني كتبان 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 غير من التصوير ديالها، من الصوره ديالها، من كيفاش مخدومه. شوفوا هاد الجلده هادي اولا قندوره، شوفوا شحال زوينه هكا الخدمه ديال اليد، كي تتبان الخدمه ديال اليد ديما تتكون صغيره وكتكون متقونه، ملي كتقلبوها كتلقاو فيها الاتقان. انا شايفه جليبات هكايا عند الزوج ديالي هكايا مخدومين خدمه ديال اليد، حتى هو خدمهم غالي، يعني هم مخدومين غالي، يعني ما طاحوش عليه هكذا رخاصين، فالكاليتي ديالهم طوب 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 البنات، في الخياطه ولا في الطرز، شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي كتبقى لك ديال ديما، يعني واخا كتاخديها غاليه ولكن راه كتبقى لك ديال ديما، وكتبقى لك بحال ما هكا من المناسبات ديال المناسبه ديال رمضان، بحال هادي يمشيو للعرادات ديال رمضان، يمشيو لنهار العيد، يمشيو لهكا شي مناسبه خطبه ولا عرس اولا، لكن الموديلات اللي راه هي مختلفه. هنا راه في الفيديو راه تبارك الله 12 دقيقه اللي خديت من عنده، غنخلي لكم هنايا كيهضر، غادي يهضر لكم على صراحه انا ما كنعرفوش البنات لكن قلت لكم لقيتو غير في تيك توك، غنخليه غير يخلي النيميرو ديال التليفون ديالو وغيهضر لكم على التوصيل لخارج المغرب ولداخل المغرب. في هذا الفيديو نعاود نرجع نعلق لكم على الجليبات ديالو، صراحه الله يعطيه الصحه، شي حاجه اللي طوب 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 دي طوب. شوفوا شوفوا البنات، شوفوا اللوين كي داير ديال الجلابه، شوفوا 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 كتحمق كتحمق جليبه طوب، شي حاجه انيقه وشي حاجه اكسيبسيون صراحة، زعما الله يعطي الصحة. عليكم كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، الصراحة درت هذا الفيديو باش نوضح بعض المعلومات الناس بزاف ما عارفينهاش بالنسبة للتوصيل، التوصيل داخل أرض الوطن اللي هو المغرب الحبيب، ما تخموش توصيل علينا غاتوي، ما كتخلصوا عليه والو. بالنسبة للتوصيل خارج أرض الوطن سواء في أوروبا، في كندا، في أمريكا، في دول الخليج، التوصيل على حسب البلد، كل بلد وعنده ثمن، ما نقدرش نحدد لكم الثمن، وفي نفس الوقت على حسب الوزن،
بالنسبه للي كوموند ديال رمضان، اي واحد بغى يكوموندي رمضان خصوصا لوليداتو، الازواج ديالكم، من العائله ديالكم، كنبغي نقول لكم تواصلوا معنا على الواتساب 06 58 96 24 51، 06 58 96 24 51، هذا هو الرقم ديال الواتساب. تواصلوا معنا وما تفكروش في حاجه اخرى، تواصلوا معنا اي حاجه غتوصل حتى لعندكم ان شاء الله. مرحبا بكم. فهنا البنات كما قلت لكم راه خلى لكم الرقم ديال الواتساب ديالو، كذلك راه كيدير الارسال للجميع من المغربيه، والخياطه عنده راه كنظن بلي راه كل حي يد البنات، لان الخياطه ديال اليد كما قلت لكم في اول فيديو راه كتبان. شوف ليا اللون ديال الجلبات البنات، شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي كتحمق على الجلبه العيد، كتجي واعره 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 بزاف البنات. بحال هكا بالنسبه للناس اللي باغيين هكا الازواج ديالهم هكا كدوات، شي حاجه زوينه هكا، شي حاجه خلاص، شي حاجه ديال اليد، شي حاجه اللي تبقى ليهم ديال ديما. ما عليكم الا تواصلوا مع هذا المصمم هذا. الناس اللي باغيين هكا غير جلبات عاديين، ماكينه اللي عمليين بحال هكا هما تيبقاو زوينين البنات، عمليين. وهذا دخلوا، راني حطيت فيديو قبل من هذا على جلبات هكا طالعين وقنيضرات طالعين، فيهم خدمه بالماكينه، طرز بالماكينه، وكاليتي ديالهم ما بيهاش، كاليتي زوينه بالنسبه للناس كما قلت لكم، تيبقاو عمليين، تيبقاو شي حاجه اللي عمليه وشي حاجه اللي هكا يخرج بها لواحد التراويح، يمشي بها، يخرج بها هكا في الايام ديال رمضان، في الايام ديال الاعياد. وكل واحد كما قلنا كيمشي على قد جيبو، كل واحد كيمشي على قد علاش لا داكشي اللي كيقدر عليه. الحمد لله دابا كلشي متوفر في الاسواق المغربيه، وكاينين حتى الناس اللي باغيين ياخذوا غير افكار وكيديو هكايا الخياطه ديالهم اللي كيخيطوا، ياخذوا افكار من هاد الجلبات هادو. صراحه شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي روعه. شوفوا هاد الجلبه هادي البنات، لون روزات جري، وحتى التصميم ديالها شي حاجه اللي مختلفه. شوفوا هادي عندها طريزات في الكتاف، فيهم لوينات هادو غزالين البنات. ولا شفتو مزيان معايا لي جابادور اللي هكايا تيكونوا من التحت ديال الجلابه، تكون فيهم واحد الطرزه زوينه، اولا تيكونوا من قياب العنق ديالهم مخدوم بالرنده. غادي تشوفوها هنايا في هذا الفيديو هذا، كاينين هذا جابادور، انا اول مره نشوف هذه ديال جابادور ديال الجلابه من التحت مخدوم بالرنده. صراحه حاجه شي حاجه اللي زوينه، وشي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي اكسيبسيون. كنت كنشوف هكايا قنيضرات ديال الرنده ولكن قليلين، والتصاور ديالهم ما واضحينش. هنا غتشوفوا جابادورات كما قلت لكم الطوق اولا داك هذا ديالهم مخدوم رنده، شي حاجه زوينه، جات شي حاجه فنه البنات. غتشوفوا في هذا الفيديو هذا كما قلت لكم فيهم الانواع وفيهم اختلافات، لا في التصاميم ولا في الطرزه ولا في المهم. انا عجبني هادشي صراحه، ما الا عجبكم حتى نتوما ما تنساونيش من لايك للفيديو البنات، الله يعطيكم الستر ويفرحكم ويعطيكم ما تمنيتو، باش هكا كتشجعوني على اني نقلب لكم على بحال هاد لي فيديو هادو، نجمعهم لكم في فيديو واحد. تشوفوا هاد التصاميم هادو، تشوفوا هاد الجبادورات هادو، يعني حتى الواحد اللي هكايا حتى اللي ما باغيش يشري راه كياخذ افكار، كياخذ هكايا كيشوف شنو الجديد. شوفوا شوفوا شوفوا، شفتوا هذاك الطوق ديال الجبادور شحال زوينه هكايا، غادي بالسفيفه وغادي بالطريز هكا، بالطرز هكايا بالدبانه، شي حاجه اللي زوينه البنات. شوفوا كيفاش تجمع الجلابه الطوب، شي حاجه اللي سامبل وزوينه. انا صراحه حمقوني حمقوني، ما خلاوش لي العقل. المهم هضرت بزاف في هذا الفيديو، فنتمنى نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. كما قلت لكم ما تنساونيش من لايك البنات، الله يعطيكم الستر، من الاشتراك بالقناه. بالنسبه للناس اللي كيزوروا اول مره القناه ديالي شجعوني، باش بحال ما كنقلب لكم على دي فيديو بحال ما هكايا، جليلبات بحال ما هكايا، جبادورات. باقي الخير ان شاء الله للقدام. سلاهمه البنات، كاين سليهمات اللي زوينين بزاف هكايا، شفتهم ثاني في التيك توك، دابا ندير شارجيهم لكم ان شاء الله ونحط لكم عليهم. فغنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا، وشكرا لكم بزاف 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 على المشاهده. شكرا على الناس اللي كتدعمنا ديما باللايك. ها هي اللي قلت لكم على ديال الرنده، شوفوا البنات شحال زوينه الجبادوره هكايا بالرنده، فنه، عجبتني صراحه، شي حاجه اللي زوينه وقليله، ما كاينش بزاف بزاف منها. انا كيعجبوني هكايا جليلبات يكونوا اللوانات ديالهم باردين، وتكون شي حاجه هكايا اللي قليله واكسيبسيون، يعني تكون شي حاجه اللي ما كاينش بحالها في السوق كما تيقولوا، ما كاينش بحالها، ما دايراش ما دايراش، ما كاينش بحالها. المهم غنخليكم هنا وغنقول لكم كما قلت لكم ما تنساونيش من لايك 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 لايك، والتشجيع ديالكم البنات، ولي كومونتير ديالكم
كيهمونا بزاف وكيشجعونا بزاف وكنعرفوا شنو نختاروا شنو نحطوا لكم هكايا في القناة. فمرحبا بكم، ألف مرحبا، شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهدة، شكرا على اللايكات، شكرا على كل شيء، وإلى فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله.